والذين اعتبروا أن تدمير الزبداني قتل أطفالها أو قتل الأطفال حمص وتدميرها وتدمير حلب ودير الزور والموصل إلى نهاية ذاك الطريق، وإن كان طويل شوية بس ينتهي بتحرير القدس. أنا قبل يومين ثلاثة قلت للجماعة أنه جتكم فرصة فيكم تغسلوا أيديكم من بعض دم أطفالنا في سوريا والعراق واليمن. حاولوا لكنهم فاتهم فرصة أن يغسلوا أيديهم من أثر بعض العار العظيم في قتل المسلمين. انتوا الاثمان اللي دفعت في سوريا وفي العراق، مئات الوف الذين قتلوا على ايديكم وايدي حلفائكم في سوريا وفي العراق وفي اليمن، لو دفعتم قليلا في فلسطين، لا ما عم تحسبوا انه لا ظروف ما بتسمح بسوريا تهاجموا اهلنا الابرياء المعترين يحاكمهم هذا القرد اللي ساكن بي. كيف؟ قولوا لي. أتوجه إلى الأبطال الصناديد الذي يريد أن يبيد العدو الصهيوني بنصف ساعة. إذا العدو الصهيوني أساء الأدب، والذي يريد أن يغير خريطة الشرق الأوسط بأعظمها بكلها، والذين اعتبروا أن تدمير الزبداني قتل أطفالها أو قتل أطفال حمص وتدميرها وتدمير حلب ودير الزور والموصل إلى نهاية ذات طريق، وإن كان طويل شوية بس ينتهي بتحرير. أريد أن أقول لإيران أنه ذبحتم أمة محمد، شاركتم الأمريكان، اتفقتم مع الأمريكان أن تكونوا خدماً لهم في سحق الأمة ودمارها. أنتوا خدم. خامنئي أنت خادم، أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين، أنت قاتل. أيها الإخوة، اعلموا أن طاعتكم لهؤلاء معصية عظيمة وخيانة لأمة الإسلام. إياكم أن تصدقوا هذه السخافات التي تجري في ظل في لبنان، إطلاقات نار هذه مدروسة مع الأمريكان والصهاينة وطهران. قديما أنه يا أخي والله نحن صادقين، والله نحن الشيعة مؤمنين، والله من حب السنة ومن حب الشيعة ومن حب كل من يقول لا إله إلا الله، والله العظيم أني مستعد أن أموت في سبيل أي مسلم في أي مكان تحت أي جو من أي مذهب. ليش نظلم؟ نتهم بأمور يبدو أنها غير صحيحة بالنسبة لي. لا تبين بعدين، لا في تشيع تاني. وين في عدو لله ولرسوله يريد شرا في المنطقة؟ في ناس باسم التشيع، التشيع منهم بريء، الإسلام منهم بريء، محمد منهم بريء، علي بن أبي طالب منهم بريء. هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء محمد، أعداء علي. إياكم أن تصدقوا أنهم ينتسبون لهذا، بل يختبئون. هذا الحاكم في طهران عدو لمحمد ولعلي، هذا يبتدع تشيعاً ليس له علاقة بأهل البيت. داعش عبارة عن ضباط
من النظام السوري والنظام الإيراني والنظام العراقي والنظام الأردني والنظام الصهيوني والأمريكان كونوا شيء اسمه داعش. ممكن بعض الناس البسطاء الذين لا يعرفون خدعوا ظنوا أن هذه مؤسسة دينية. أقسم لكم بالله العلي العظيم أنا لا أتكلم احتمالا، أنا أتكلم عن واقع دقيق.